بالنسبة للدولة العراقية خاصة خلال هذه 14 سنة الأخيرة والبناء المعوج والخلل في بنائها وتراكم السياسات الخاطئة واللي هي كانت تعبر عن مصالح مو مجرد عدم معرفة، تعبر عن مصالح معينة. اليوم وصلنا إلى حالة من التناقض بحيث الدولة وأي حكومة سواء هذه الحكومة ربما غير حكومة عاجزة عن تأدية التزاماتها أمام المواطنين، وبالتالي إحنا أمام أزمة عميقة بعد سياسي يظهر سياسي. لا مو هاي الأزمة أستاذ رائد الضرب الطرفين، يعني الضرب الحكومة والضرب البرلمان أيضا. لا أقول دولة، لذلك أنا أقول أزمة دولة، يعني مو بس أزمة حكومة، يعني الدولة تدري تشمل كل السلطات، ها كل السلطات، أي كل السلطات اليوم معنية بهذا اللي جرى. أما أنه يقول لي اليوم الآن الرواتب الآن معتمدة على الاقتراض، وإذا افترضنا أنه تم الاقتراض خلال 3 أشهر ماذا بعد؟ ما هي الصورة اللي أمامنا؟ يعني هل تبقى الدولة معتمدة على الاقتراض؟ وإذا كان الحديث عن تأمين مصادر أخرى، نتحدث عن نتحدث عن النقاط الحدودية، منافذ حدودية، ونتحدث عن الضريبة، لكن المواطن أيضا لازم يعرف أنه في كل هذه الميادين في كل هذه المجالات هناك قوى أساسية تعارض هذا الموضوع وتصطدم عملية استحصال المنافذ الحدودية أو الضرائب أو غيرها بمنظومات كاملة سياسية وغير سياسية هي تعرقل قيام الحكومة بالإصلاحات أو بفسط سيطرتها لأن هناك مصالح. إذا نحن نأخذ القصة جزئيا، هناك مشكلة مركبة بنيوية في 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 الوضع، أقصد بها بنيوية، هناك قوى تعارض حقيقة الإصلاحات اللي المطلوبة والتغييرات اللي مطلوبة، وبالتالي هذه الحكومة اليوم يجري أيضا هي تتحمل ركام الماضي وطريقة تعاملها أعتقد شوية يفتقر إلى حقيقة إلى شو اسمه من ربما السلامة في الأداء بهذا الشأن، بمعنى أنه المواطن الآن يجعل المواطن وكأنه هو يتحمل هذه الأزمة الموجودة.